السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم جميعا رمضان ونحن في أحسن حال. اليوم بإذن الله تعالى حبيت أشارككم تجهيزات رمضان، أحلى صابونية لتوحيد لون البشرة، إزالة الكلف، إزالة سواد المفاصل وتصبغات. يا ريت تحاولوا بقدر الإمكان تعملوا نفس المكونات. المكون الأول حيكون عندنا صابونة حليب الإبل. إذا ما توفر عندكم في النهاية إن شاء الله حقول لكم يعني بدائل. الصابونة الثانية حتكون صابونة الليمون، والصابونة الثالثة اللي هي صابونة القسط الهندي. طبعا صابونة حليب الإبل غنية عن التعريف، بتعمل على إزالة التصبغات والبقع الداكنة، بشدة البشرة جدا، وخاصة فيها رغوة كثيرة جدا، بتعمل على تكشير البشرة. ممكن تدخل كده على جوجل برواقة وتشوفوا فوائد صابونة حليب الإبل، وبالمرة كمان تشوفوا فوائد حليب الإبل للجسم. خلاص، فيلا إذا ما عندكم الصابونات ديلا ممكن تعملوا يا إما صابونة الكركم وكوجسان وضف ثلاثة. خلاص احنا عايزين الصابونة دي أو الصابونية دي تكون على ثلاثة أنواع من الصابون، تحتوي على ثلاثة أنواع من الصابون. ودايما بعتذر لكم عن التسجيل بيكون فيه يعني تشويش شوية. المهم فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقطع الصابون أو نبشره، المهم حسب، طبعا دايما تعتمد على حسب صلابة وقوة الصابونة. صراحة الواحد والله الفترة الأخيرة يعني ما فيه يعني كده قوة، و وربنا يعني يقوينا إن شاء الله يا رب العالمين ويدينا الصحة والعافية. فخلاص كبرنا طبعا، الحمد لله رب العالمين، ربنا يحسن أعمالنا إن شاء الله، يحسن خواتيمنا جميعا إن شاء الله. فيلا شنو دي كده؟ خلاص صابونة الليمون طبعا بتعمل على توحيد لون البشرة، ومعروف عن صابونة الليمون إنها جميلة جدا جدا في إزالة التصبغات. الصابونية دي خاصة لأصحاب التصبغات، أصحاب البقع الداكنة اللي عندهم سواد في المفاصل، وأصحاب الكلف بالذات، لأنه صابونة القسط الهندي بتعمل على إزالة الكلف تماما برضو زي ما بقولوا شوفوه على جوجل. طيب عندنا المحلول اللي حنعمل به ندوي به الصابون، أنا هنا عندي العصفر، وطبعا تعبت وأنا أكلمكم على العصفر ده، جميل جدا جدا، وزمان كانوا أمهاتنا دائما بيستخدموه صراحة في تجهيز العرايس. فالصابونية دي تعتبروها شنو؟ صابونية العرايس. يلا خلاص أنا هنا غليت العصفر. المكون الثاني الممكن تضيفوه إذا ما عندكم العصفر، تمام، تعملوا محلول اللبان الذكر، جميل جدا جدا، وخلاص يعني حتى تكلمنا عنه كثير جدا في فيديوهاتنا السابقة. بتعملي اللبان الذكر، بتحليه تنقعيه ليلة كاملة وخلاص بيبقى لك لونه أبيض زي كده. أو ممكن إذا ما عندك لا عصفر ولا عندك اللبان الذكر، ممكن تحلي بماء الورد. خلاص يعني ده الخيار الثالث، لكن بالنسبة لي أنا لأنه الحاجة دي كلها هنا متوفرة عندي فحاضيفهم الثلاثة صراحة. خلاص حاضيف شوية من المحلول العصفر المغلي طبعا، وحاضيف من ماء الورد، وكمان حاضيف من ماء اللبان الذكر المنقوع زي ما ظاهر عندكم هنا في الشاشة. طبعا ضروري جدا تصفيهم. خلاص ويا ريت يعني تحاولوا بقدر الإمكان تعملوا نفس المكونات دي عشان تديكم النتيجة جميلة جدا جدا صراحة. وداير أكد معلومة إنه أنا أي صابونية بعملكم هنا في القناة بعملها عن تجربة، يعني ما بخسر نفسي كل المواد دي علشان أعمل، معلش يعني محترامي ليكم وبحبكم كل شيء، لكن ممكن أعمل فيديو كده بس يعني سايسة داحن مداحن بدون أي ما أنا أكون مستفيدة منه يعني، فياريت يعني تعملوه على ثقة. طيب أنا هنا أضفت كان ملعقة واحدة من الكركم، وأنا كنت أصلا الملعقة دي طاحنة كركم وعصفر مع بعض. خلاص طبعا قبل شوي كان وريتكم شكل الكركم بيكون كيف في سوبر ماركت، بيكون مكتوب عليه كامل التمر الهندي. طيب طبعا بس يعني كده على السريع معلومة انه صابونة حليب الابل بتعمل رغوة كثيرة جدا جدا، فبرضو يعني ان شاء الله لقدام كده تنتبهوا للحتة دي لما نجي نخلط الصابونية. بعد كده خلاص قفلتها، نخليها زي ساعة ونص او ساعتين ونجي نشوف. بعد مرور ساعتين نجي نشوف الصابونية علشان نخلطها ونشوف بعد كده إن شاء الله المواد اللي حنضيفها ليها. طبعا دايما الصابونية بتحتوي على مواد جافة اللي هي الصابون،
ومواد جافه، اي نوع من انواع البودره. ممكن تضيفي بودره كركم زي ما احنا اضفناها، او ممكن تضيفي بودره عرقسوس خلاص، او ممكن تضيفي كمان يا ستي تضيفي بودره الذهب لو عندك. دي كلها خيارات ممكن تعمليها. واذا عندكم اي خيارات ثانيه بتعمل على توحيد اللون اكتبوا لنا تحت في التعليقات. طبعا الكركم بيعمل اصلا ايقاف لانتاج الميلانين اللي هو ده مسؤول عن التصبغات والبقع. فيا ريت يا ريت الكركم ده تهتموا به شويه وتضعوه في روتين العنايه بالبشره. كده خلطنا الصابونيه زي ما ظهر عندكم هنا في الشاشه، وطبعا زي ما قلت لكم بتعمل رغوه لانه حليب الابل اصلا فيه رغوه كثير، يعني اذا انتم يعني عندكم معرفه عنه. طيب هنا اضفنا ملعقه واحده من الجرسلين، طبعا الجرسلين بيعمل لنا ترطيب للبشره، وفي نفس الوقت بيعمل شد للتجاعيد. طبعا البشره كل ما كانت رطبه كل ما كانت التجاعيد اقل. خلاص يلا نشوف هنا بعد كده الزيوت اللي حنضيفها للصابونيه. ممكن تضيفوا يا اما كان في الاول ده زيت الارغان، او ممكن تضيفوا زيت الجوجوبا، الاثنين من افضل الانواع من الزيوت اللي ممكن تضيفوها للصابونيات خاصه اللي حنستخدمها للوجه. الصابونيه دي حنستخدمها عشان اذا اي جاء اي سؤال حنستخدمها للوجه والجسم، حنستخدمها للوجه والجسم تمام. طيب حنضيف انا هنا صراحه ضفت زيت الارغان، وطبعا هي زيوت خفيفة، الأرغان والجوجوبا الاثنين زيوت خفيفة جدا، بتعمل على توحيد اللون بإزالة البقع وكمان إزالة الهالات السوداء. بعد كده حضيف زيت فيتامين إي. أول حاجة حستفيد منه في إنه يعمل لي إزالة للتجاعيد، بيعمل ترطيب للبشرة، وفي نفس الوقت بيحفظ لي الصابونية. حضيف يعني الكلام ده كله كده مقدار ملعقة ملعقة خلاص. طيب بعد كده هنحركهم كويس جدا، والمرة دي ما يعني أضع الصابونية على طول في العلب. ليه؟ لأنه الرغوة، معلش كترت لكم الأمر ده، لأنه بس يعني دي معلومة لازم تركزوا فيها، إنه الرغوة حتكون كثيرة، رغوة الصابونة حليب الإبل بتكون كثيرة، فعلشان كده أنا هخليها لحد تاني يوم أجي أوريكم بعد ما تتقل شوية. طبعا تحرصوا إنه يعني تخلطوها كويس عشان ما يكون فيها قطع صغيرة، صراحة تعبت وأنا بخلط فيها فكان في قطع صغيرة صغيرة. طيب ده كده شكلها تاني يوم بعد ما الرغو الرغو كمان الرغو خلاص خفت، وزي ما ظهر عندكم هنا في الشاشه تقلت كمان. وبعد كده خلاص يعني حنضعها في العلب، طبعا حفظها خارج الثلاجه، اصلا ضايفين فيها الفيتامين اي خلاص، وحنستخدمها يوميا. الوصفه دي جميله جميله جدا جدا، من اجمل انواع الصابونيات اللي بتستخدموها، زيها زي الصابونيه العجيبه اللي كان عملناها قبل فتره. فيا ريت تعتمدوها، شاركوا الفيديو مع الأهل والأحباب. حتستخدميها زيها وزي جل الاستحمام، تضعيها على جسمك تخليها دقيقتين ثلاثة، وبعد كده تغسلي بالليفة. طبعا يفضل تكون ليفة ما مغربية، لأنه الليفة المغربية قوية شوية. ده كان الفيديو، في أمان الله.